مرحبا، انا ماجد الزياره، ساكون معكم في نشره الاخبار القادمه والتي سنتابع فيها تطورات الحرب على اوكرانيا. زيلينسكي يعلن اجلاء اكثر من 150 مدنيا مصنع ازوفستال وسط قصف روسي مكثف. اما في التداعيات السياسيه للحرب، المانيا تدعم انضمام السويد وفنلندا الى الناتو، وواشنطن تقول انها عزلت موسكو في مجلس الامن. في النشرة أيضا نتابع تطورات بالسودان، حيث تم تفريق مظاهرة تطالب بالحكم المدني، وحمدتي يتهم الأطراف السياسية بالنفاق. تابعونا على التلفزيون العربي وعبر قناتنا على يوتيوب في تمام الساعة 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت الدوحة والقدس.